ابنه. متردد؟ بدك تصالح أحد أقربائك. تفضل متردد. واحد يربي شوية غنم وشوية بساس ولا يربي أولاده. هم حملون الدين وهم تخلوا عني. شو أسميهم؟ حسن ومحمد. غضباني عليهم ليوم الله. على مين أكثر غضباني؟ على محمد. صار لك قديمة شايفتي؟ 7 سنين. شو أساس الخلاف بينك وبين ابنك محمد؟ شريت سيارتين مكتب. ليه؟ مشان يجيبون نعيش يعني إحنا ونسوانهم. التهوا هم بالنفسياتهم يرهفوا نفسياتهم ونسيوني ونسيوا الدين. إذا بدي أقف قدام الواحد أقول له وين فلوس السيارة يفط بوجهي. مرة محمد قام بقول له وين فلوس السيارة 3 أيام ما جبتها أنا علي بنوك. زدت المفتاح بوجهي قلت روح الله لا يوفقك الله يبلاك بالمرض. كان من قلبك وقتها؟ من قلبي. لو مات ساعتها مش مسألة. من وقتها ما رضيتي عنه؟ لا من وقتها ما برضى عنه. إجا لعندك حاول يرجع يصالحك؟ ما أرد عليه لأنه اللي قال عليك هيش ضربك واللي ضربك دفنك. عم تبكي على شو بالضبط يا ست فتحية؟ أوكي السجن بستناني. أنا كل 7 شهور بنسجن 4 أيام 5 أيام حتى يجي أخوي يدفع له 1000 دينار. سجلت بسبب الدين؟ بسبب الدين. الشكات ينزلن ويمسكوني وين ما مسكوني ياخذوني. ست فتحية على شو ما عم تقدر تسامحي؟ على سوء المعاملة إليك؟ على الديون؟ أنت بترضى لأمك إنها تنسجن مع بنات هالقدي أو هالقدي أو 17 سنة أو 20 سنة أخلاق سيئة ترضاها لأمك؟ لكن ابنك كان عم بيحاول إنه يصالحك. يروح يسد الدين وما يسد الدين عني أنا ذيك الساعة بكون أمه وبصالحه بقول أنا غلطانة. الأم فتحية اشتقت لمحمد؟ لا. متردد؟ بدك تصالح أحد أقربائك؟ بدي صالح أحد أقربائه وأحد أقربائه موجود معي اليوم بالاستوديو. ست فتحية بتنصحي صالح أحد من الاستوديو؟ نعم. حتى لو كان ابنك؟ ابني هو. متردد؟ بدك تكشف عن هويتك وتصالح؟ بدك تيك تجاوبي بنعم أو كلا؟ نعم. مهما كانت النتيجة بتحملها. تفضل متردد. شو بدك تسألي اليوم؟ أسأله أهم شيء اللي أنا وياه نكون ملاح. تحط إيدك بيدي ونمشي طريق وحدة ونسكر الدين وما حدا يتدخل بحياتنا ولا كل يوم شرطة يدق لي على الباب. إن شاء الله رح أكون كلون. إن شاء الله الله يهديك. كيف كانت حياتك بعيد عن الوالدة؟ جحيم. محمد الوالدة انسجنت، كيف تبرر تصرفك يعني من الحادثة إلى كل اللي صار؟ تصرف طايش بدون تفكير أنا. الواحد جاهل كان. بعد قديه محمد ببلش تأنيب الضمير؟ أخذ ما يسنه. اليوم محمد كيف بدك تعوضها للوالدة على كل دقيقة مرقت أنت ومش حدها؟ ما بقدر أكفيها لو أضل حاملها على راسي طول عمري.